الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع المكثف إلى حد ما كيف نستخدم برنامج الإكسل، نظام الإكسل هذا كما ترون، في تقليل دالة خطية minimization، أو مثلا P تساوي 24X زائد 6Y. إذن هذه الدالة للهدف أو ما يسمى بالobjective function، خضوعا subject to خضوعا للقيود الثلاثة الآتية. هذا القيد الأول اللي هو 8X زائد 2Y أكبر من أو تساوي 32، وعندي القيد الثاني 4X زائد 5Y أقل من أو تساوي 50، والقيد الثالث والأخير 8X ناقص 10Y أقل من أو تساوي صفر. وهنا هذا ما يسمى بالنون نيجاتيف كونستنت او القيود غير السالبه، اي نفترض دائما وابدا بان اي قيمه لا اكس واي قيمه لواي يجب ان تكون اكبر من او تساوي صفر. الان انا جهزت مسبقا هذه الجداول المهمه هنا، هذا الجدول الاول الذي يعبر عن الداله او يعني يشمل القيم الداله للهدف اللي هي بي تساوي 24 اكس زائد 6 واي، والقيود الثلاثة الأولى والثانية والثالثة اسميتها C1 C2 C3 اللي هي constraint number 1 constraint number 2 constraint number 3، وجهزت الآن قيم القيود في جداول منفصلة هنا. سأستخدم الآن يعني القيم هنا 24، لاحظوا لي هنا P تساوي 24 X زائد 6Y، إذن معامل الX 24 أضعه هنا لاحظوا لي 24، ثم هنا معامل Y اللي هو 6، بكون بالحالة هاي قد يعني أخذت بعين الاعتبار قيمة الدالة الهدف P تساوي 24 زائد 6Y. طبعا يجب أن نأخذ الإشارة بعين الاعتبار. آتي الآن على القيود تباعا، القيد الأول لاحظوا لي 8X، إذن هنا قيد الأول هذا 8 زائد 2Y، إذن هنا 2Y هنا أكبر من أو تساوي، أذهب إلى لوحة المفاتيح، أكبر من أو تساوي، وعندي هنا 32، إذن أضع 32، هذا القيد الأول. القيد الثاني 4X، إذن هنا 4 زائد 5Y، إذن هنا 5 هنا، لكن أقل من أو تساوي 50، إذن أضع هنا 50. والقيد الثالث والأخير اللي هو معامل X 8 معامل Y سالب 10، إذن أخذ بعين الاعتبار سالب 10 هنا، وهي أقل من أو تساوي صفرا. انتهيت الآن من إكمال هنا الفراغات في هذا الجدول المهم جدا الذي يعبر عن دالة الهدف والقيود الثلاثة. آتي الآن على كل قيد لحدة لوحده، يعني كل قيد الآن C1 الآن القيد الأول، وأستخدم هذه الدائرة الشفافة حتى أتمكن من القيام بالحسابات كما ينبغي. أفترض الآن بالقيد الأول بأن y تساوي صفرا، اذا 2y تساوي صفر، يبقى لدي 8x اكبر من او تساوي 32، طبعا هم نفترض انها تساوي بالحاله هاي 8x تساوي 32، اذا x لاحظوا هنا افترضت بان y تساوي صفرا، يبقى لدي 8x تساوي 32، اذا x تساوي 32 مقسم على 8 وتساوي 4 هنا. واذا افترضنا بان الان هنا x تساوي صفرا، اذا هون اضع في هذا الجدول x يساوي صفر، يبقى لدي الآن 32 تقسيم 2y، إذن y تساوي 16، إذن هنا أضع 16. هاي انتهينا الآن من إكمال الفراغات في الجدول الثاني هذا اللي بعبر عن القيد الأول. آتي الآن على القيد الثاني، نفترض بأن y تساوي صفر، لاحظوا لي هنا يبقى عندي 4x يساوي 50، إذن هنا y تساوي صفر، إذن x تساوي 50 مقسم على 4 يساوي 12.5. أوكي؟ وإذا افترضنا الآن بأن X تساوي صفرا، هنا افترضنا بأن X تساوي صفرا، يبقى لدينا أنه 5Y تساوي 50، معناته Y تساوي 10. والقيد الأخير الآن لاحظوا لي أنه إذا افترضنا بأن Y تساوي صفرا، X تساوي صفر بالحالة هي، وإذا افترضنا بأن X تساوي صفر Y تساوي صفر، وبالتالي هنا صفر وصفر. لكن سأفترض الآن أي قيمة ممكنة ل Y، مثلا نفترض بأن Y تساوي 16 على سبيل المثال، واخترته حتى يكون القسمة هينة يعني،
16 هنا y تساوي 16 معنى ذلك بأن الآن 8x تساوي 160 لأن نقلت الآن سالب 10 y إلى الطرف الأيمن فأصبحت 8x تساوي 10 y. إذا افترضنا بأن y تساوي 16 فبكون تساوي هنا 10 في 16 160 مقسم على 8 تساوي 20 إذا هنا تساوي 20. بهذه الحالة افترضت طبعا كل قيم x و y أكبر من أو تساوي صفرا هنا الآن أكملنا الجداول. هاي الخطوة الثانية خلصنا. الخطوة الأولى أنه أكملت هذا الجدول بعبر لي عن دالة الهدف ثم القيود ثم القيود الآن كل واحد يعني على الانفراد. آتي الآن على القيد الأول وأضلل القيم الأربعة أو الخانات الأربعة هذه ضللتها. أذهب إلى insert وأختار هذا اللي هو chart ثم أختار هذا. إذن هذا هو الآن القيد الأول. دعني أتخلص من الخطوط اللي هي الجريدز هذه الخطوط الأفقية والعمودية ثم العنوان وأكبر شوية حتى تكون الصورة واضحة. أوكي. ثم يعني ربما أريد أن أحسن على هذا الخط المستقيم أجعله أكثر سماكة. دعنا نختار هذا الحجم أو هذا الحجم. أوكي. الآن بعد ما خلصت من الكونسترينت الأول القيد الأول آتي هنا على هذا المستطيل الذي يحتوي الخط المستقيم الذي يعبر عن القيد الأول أضغط بالفأرة بس الضغطة اليمنى يعني بسموها رايت كليك. الآن أضغط بخرج يعني بتظهر عندي الخيار بختار سيلك داتا. هذه سيلك داتا أضغط عليها الآن وأعدل هنا إيديت. فبدي أعدل أنا الآن بدي أسمي هذا القيد بسميه القيد الأول وألغي معامل أكسات هنا وأختار صفر وأربعة وصفر. ثم بالنسبة لواي بختار الآن صفر وستاش. لن يتغير شيء إلا القليل هنا. أضغط أوكي. الآن آتي على هذا الخيار أد. بدي أنا أضيف الآن القيود الاثنين الأخرانيين يعني القيد الثاني والثالث. فبسمي القيد الأول سي اثنين عفوا القيد الثاني سي اثنين. أذهب إلى هذا المستطيل series x values وأذهب إلى هنا الـ x 12.5 صفر ثم الـ y's مشطب كل إشي داخل هذا المستطيل وأختار 0 و10. لاحظوا الآن ظهر الآن القيد الثاني. أضغط OK. يبقى عندي القيد الأخير الثالث الآن add. بحط الآن هنا c 3 وبختار 0 و20 ثم هنا بمح هاي بمحوها واختار 0 و16 والآن أضغط أوكي ثم أوكي. لاحظوا الآن القيود الثلاثة أصبحت واضحة لكل فقر. الآن حتى نتأكد آتي على هذا القيد الأول. لاحظوا أحبتي بظلل يعني المستطيل اللي فيه هذه بعمل كنترول كوبي ونسخته مرة بمحى هذا السبجكت 2 بضغط على الداخل بظلل كل ما فيه وأصغره حتى الآن أبين بأن هذا هو القيد الأول. هذا هو القيد الأول اللي هو هذا الأزرق عفوا الأزرق. هذا هو القيد الأول. أوكي أحبتي. آتي الآن على القيد الثاني بعمل كنترول كوبي نسخته الآن وأضغط على داخله أضلل كل ما فيه ثم أصغره ما أمكنني ذلك ثم أضلله عفوا يعني أجعله مائلا حتى يتناسب مع ميل هذا وأعدل الميلان هنا. أوكي هذا هو القيد الثاني. والقيد الثالث والأخير هنا بعمل له كنترول كوبي اوكي وبضل كل ما داخله بصغره وبميله حسب ميل هذا الان القيد. القيود يمكن لي ان اعدل عليها كما ذكرت قبل قليل ازيد سماكتها ساغير لونه هنا البنفسجي وهذا الحجم هذا الحجم
اوكي. والبرتقالي بخلي يعني سأبقيه برتقاليا لكن هذا الحجم. والآن هذا الأزرق بختار هذا الحجم. لاحظوا الآن إذا نظرنا بعين الممتحن المتفحص للقيود بنلاحظ على أنه 8 أجزاء 2 واي أكبر من أو تساوي 2. إذن القيد الأول يتجه إلى الأعلى. هذا السهم الآن اخترته هنا وظلله بالأحمر أو اختار اللون الأحمر حتى أبين بأن هذا القيد الأزرق هذا الأولاني 8 أجزاء 2 واي أكبر من أو تساوي 32 إلى اليمين لأنه أكبر من أو تساوي 32. القيد الثاني لاحظوا لي 4 أجزاء 5 واي أقل من أو تساوي 50 فهو إلى الأسفل نحو نقطة الأصل. بختار السهم هنا والآن لاحظوا لي أنه هذا يعني مخالفات لبعضهما بعضا. والقيد الأخير لاحظوا لي كيف سأتأكد وين اتجاهه الآن 8 أكس ناقص أو سالب 10 واي. إذا نقلت السالب إلى الطرف الأيمن بصير عندي 8 أكس تساوي 10 واي. معنى ذلك أي قيمة لأكس إلى واي إلى أكس تعطيني قيمة عفوا لواي تعطيني قيمة موجبة لأكس والعكس صحيح. وبالتالي اتجاه هذا القيد هو إلى الأعلى يعني إلى اليسار. هذا هيك اتجاهه. ما يعني الآن أوكي لاحظوا لي وين الأسهم كلياتها. ما يعني الآن ما يسمى بالفيزيبل ريجين أو اللهم صل على سيدنا محمد المجموعة الممكنة عفوا هي أتت في هذا الآن تقاطع القيد الأول مع القيد الثاني ثم القيد الأول مع القيد الثالث القيد الثاني مع القيد الثالث. إذن في هذا المثلث كيف سأوضحها أو أميزها؟ أذهب إلى Insert وأختار من Shapes وهذا أوكي هنا آتي على هذه الزاوية وأضغط الآن بالزر الأيسر اللي هو Left Click بالماوس ثم أرخيها ويأتي عندي طبعا بيظهر عندي خط مستقيم هنا. عندما أصل إلى الزاوية أضغط ثاني مرة ثم أذهب إلى الأسفل كما تلاحظون في خط مستقيم بين عندي. لما وصلت للزاوية بضغط ثاني مرة ثم إلى الأعلى. عندما تلتقي الخيوط الثلاث كليات هذه الخطوط بتميز عندي هذا اللي هي الفيزيبل ريجن. بغير اللون خليها أخضر الآن. هذه الآن فيزيبل ريجن لاحظوا لي هذه مهم جدا. الآن ما هي نقاط التقاطع؟ هذه نقطة التقاطع الأولى هذه الثانية هذه الثالثة. من أينما بدأنا فشيء عادي. الآن أنا اخترت أن أبدأ من القيد الأول هذا الأزرق مع البرتقالي. إذن هذه النقطة سأبدأ منها. ما هي نقطة التقاطع؟ آتي إلى هنا اختار 4 مع 5 عفوا هنا نسيت أضع أنا 2 هذه أوكي. فعندي هنا 8 و2 أكبر من أو 32 بعمل Control Copy وآتي إلى هنا أضعها بالكامل. يعني هذا الصف لو C1 لثمانية X زائد 2 Y أكبر من أو 32 وضعته هنا بس على شكل أرقام. ثم آتي على القيد الثاني بعمل نسخ لأربعة وخمسة أقل من أو 59 Control Copy أضعها هنا أوكي. و V الآن هنا بيت القصيد رتبت أنا مسبقا أحبتي. هنا الآن سأستخدم ما يسمى بضرب المصفوفات والمعكوس يعني معكوس المصفوفة Inverse Matrix مضروبة بالحلول هذه Solution حتى بعطيني ما هي القيم التي يجب أن تأخذ X و Y حتى تكون يعني قيمة القيد الأول والقيد الثاني صحيحتان. فأظلل هاتين الخانتين هنا والآن أستخدم الأمر تساوي ماتريكس هاي M مولت اللي هي ماتريكس ملتبليكيشن بفتح قوس بعدين M انفيرس وبفتح قوس الآن اللي هو معكوس المصفوفة. أي مصفوفة نريد أن نعكسها أو نحصل على مقلوبها معكوسها هذه الآن أغلق القوس ثم فاصلة ثم أفتح قوس ثاني مضروب بهذه وأغلق القوس مرتين ثم أضغط الآن Shift Control Enter طلع عندي الآن القيم 1 و875 بالألف
وهون 8:30. لاحظوا لي أحبتي، يعني المهم جدا تتذكروا هذا الحكي، حتى الآن يعني لا أكرر كثير العمليات، يعني بدي أعمل copy paste أو نسخ. هنا الآن هاي القيد، تقاطع القيد الأول مع القيد الثاني لا يمكن أن يكون صحيحا، أي لا يمكن أن تساوي هاتين النقطتين إلا إذا كانت X تساوي 1.875 وواي تساوي 8.5. هنا بس يعني أضع الكوماند التالي لأنه راح أنسخه، تساوي هنا هذه اللي هي 24، يعني قيمة بي هنا، هنا قيمة بي 24 مضروبة في هذه القيمة زائد 6، هذه 6 مضروبة في هذه القيمة، بيطلع عندي قيمة الآن، بضغط انتر، هاي انتر 96 قيمته. بنسخ الآن هذه الآن كلياتها، بنسخها هون كوبي وأضعها هنا مرة الأولى وهون المرة الثانية، بعدين سأغير القيود حتى تشوف كيف تلقائيا الأرقام تختلف. إذن هذا القيد الأول هو صحيح. الآن القيد الأول مع الثاني خلصنا منه، القيد الأول مع الثالث الآن بعمل كوبي من هنا، لاحظوا لي كوبي هنا كلياتها بضللها، وبعمل كوبي وبعملها بيست هنا، هنا لاحظوا لي كيف القيمة ستتغير تلقائيا. لاحظوا لي يا سلام 96 96، وأخيرا القيد الأول الثاني مع الثالث، الآن الثاني مع الثالث، إذا بختار الثاني هنا الثاني والثالث، أضع هنا الثالث قبل شوي نسخته، وهذا كنترول V اختلفت الآن. لاحظوا لي أنه أقل قيمة هي 96 هنا 96، بمعنى آخر هناك قيمتان لX وقيمتان لY تجعل مساحة هذا اللي هو الفيزيبل ريجون أقل ما يمكن، لأنه أنا سؤالي أنه مينيمايزيشن، عندما كانت X 8 بالقيد الأول هون، لاحظوا لي 8 و2 8X و X 4 وواي 2 و5، كانت قيمة الدالة 96. عندما كانت بالقيد الثاني الآن، يعني القيد الأول مع الثاني، هذا الآن نقطة التقاطع هنا فقط لا يمكن أن تحدث إلا إذا كانت X تساوي 1.875 بالألف وY تساوي 8.5. هنا هاي القيد الأول قول الثاني، القيد الأول مع القيد الثالث هنا هذه النقطة لا يمكن أن تكون صحيحة، يعني معنى آخر هنا النقطة التقاطع هنا عندما كانت X 3.33 هي 3.5 و2.33، لاحظوا لي أحبتي، وهنا تقاطع الثاني مع الثالث هنا لا يمكن أن يكون صحيح إلا إذا كانت X تساوي 6.25 وY تساوي 5. إذن هناك قيمتان لX، القيمة الأولى يعني قيمتان لX التي تجعل هذه المساحة أقل ما يمكن، القيمة الأولى لX 1.75 8.75 و3.5، والقيمتان لY اللي هي 8.5 و2.33. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا منكم أن تشاهدوا أكثر من مرة حتى تعلموا كيف استخدام الإكسل في المينيمايزيشن هنا أو تقليل هذه الدالة، وأهم ما فيه أنكم يعني تعرفوا كيف نقللها بواسطة الماتريس مولتيبليكيشن. لكن لاحظوا بأن هناك قيمتان، هناك أو عم بأن هناك قيمتين عفوا لX وY، القيمة الأولى لX 1.875 بالألف والقيمة الثانية 3.5، والقيمة الأولى لواي 8.5 والقيمة الثانية لواي 2.33 التي تجعل مساحة هذا المثلث أقل ما يمكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء بإذن الله قريب، وإن شاء الله نراكم بإذن الله.